صبحكم الله بخير مشاهير الكرام وسعداء حقيقه بتواصلنا معاكم من خلال برنامجكم احلى الليالي، وان شاء الله دائما شهر رمضان المبارك كل ليله احلى من ليالي التي مرت. شهر كريم وبالتالي يكرمنا حقيقه في ضيوف كرماء، وانا اقول عندما كرماء عندما حقيقه يلبون الدعاء والدعوه في نفس الوقت لمشاركتنا هذا البرنامج. بالأمس كان هناك ضيوف أيضا نجوم في عالم كرة القدم، اليوم نجوم آخرين أيضا في لعبة أخرى، وهذه اللعبة لها تاريخها في الكويت، كانت إن شاء الله وما زالت حققنا فيها الكثير والكثير لدولة الكويت. تحققت هذه الأمور كلها بجهود حقيقة رجال ضحوا من أجل الكويت، وبالتالي أنا سعيد كل ساعة الليل عندما يكون معي حق إخوان حقيقة. لما عندما تذكر كرة اليد فيجب أن تذكر هذه الأسماء لما عندما خدموا هذه الرياضة. جاسم ذياب وعبد الله صباحك الله بخير، حياك الله، شاكر جدا حقيقة على تلبية هذه الدعوة. لا يسعدني أن أكون معاك يا أبو مشعل، وساعة المبارك اللي أشوفك، باركنا لك برمضان وأي وقت أنت تامر وإحنا حاضرين تحت الخدمة. الله يبارك. جاسم القصار أبو فهد أحد نجوم هذه الرياضة ونجم نادي القادسية، طبعا قصة القصار مرتبطة بنادي القادسية، ربما هو قليل الظهور في ذلك لكن كان نجما وتم نجما واليوم لا يزال هو نجما في عالم كرة اليد. وأقول له شاكر جدا لك يا أبو فهد على تلبية هذه الدعوة. حياك الله أبو فهد، مبارك لك في شهر الفضيل، كل عام وانتم بخير، عسى الله صيامك وقيامك يا أبو فهد. طبعا تعرف معزتك أبو مشعل عندنا، ولما قالوا للإخوان دعوة اليوم حضور قلت ما راح ارد ابو مشعل، وحاضر باي وقت يطلبني ابو مشعل انا حاضر. الله يبارك فيك. انا حقيقه يبقى الحديث في البدايه حقيقه عن شهر رمضان المبارك. طبعا اعماركم وعمري انا اكبر منكم سنا، لنا ذكريات في شهر الفضيل سابقا. نتحدث عن هذا الشهر الفضيل في الصغر. أبو عبد الله أبو فهد خلينا نسولف عن هذا الشهر الفضيل، شنه العادات القيم اللي كانت يعني وفقدنا بسبب التطور المجتمعي وهذا شيء عادي. هو الحقيقة طبعا هذا شهر مبارك وشهر فضيل، وكان هذا الشهر لما يعني هو عيد بالنسبة لنا لما كنا صغار وكنا كبار. لما كنا صغار طبعا لا شك أنه صيامنا في تعب واحنا صغار، طلعتنا نروح الدوام طبعا المدارس نرجع تعبانين، لكن ما كنوم نطلع العصر نلعب كرة بالساحات اللي يمنا، نجي تفطر الفطور طبعا كان مو بروحك ولا أسرتك، كانوا الجيران عيال الجيران عندنا يعني يمنا عائلتين أو ثلاث عيالهم لازم يتفطرون ويانا كأنهم أهلنا، ما ينزل الفطور وحتى بالفطر ما يزال غير لو هم موجودين. فكانت تيمع وبعدين عقبها طبعا تفطر ونقعد ونصلي، وبعدها طبعا ننتشر. يعني احنا كان عندنا بيت البيت يدي الله يرحمه، الله هو المجمع للأسرة كلها، والضيوف لما يجون يباركون الأهل وجماعة، فكنا على طول الأيام لما وإحنا هم كذلك وقت رمضان الأندية كانت ما تسكر، يعني احنا تحت 14 سنة وهذا احنا الأندية، فكنا نتمرن. انتسبتوا للأندية. انتسبنا للأندية وعلى طول يعني يوميا، وحتى صارت مباريات برمضان. ما قبل الانتساب للنادي ابو عبد الله، نتحدث عن هذه الفترة ما قبل الانتساب للنادي، بمعنى انت تقول 14، انا بتكلم عن العشر سنوات ال 11 سنة بما معناه. هي ال 11 سنة او العشر سنوات الماضية كانت احنا طبعا طلاب. نعم. وكنا مرتبطين مع ربعنا وجماعتنا بالفريج، تجمعات
قرقيعان ما قرقيعان دور البيوت اللي هي اللي تدفع، اكو بيوت تعطيك قرقيعان. هذه بتكون ان شاء الله ايام القرقيعان. إيه يعني احنا بيت جيراننا اذكرهم الله يطول بعمار بسره القصارهم، فنروح له قرقيعانهم يحبوني فتعطيني اكبر اكثر من ربعي، بس تقول خشهم لا شو اسمه. فكانوا يعني كنا اسر اللي قدامنا مثلا بيت اذكرهم الله يحفظهم وسلامي لهم بيت الحج، كنا اسره واحده ما في يعني تدش البيت هذا بيتك اللي داخل خواتك الحرم حرمك يعني ما فيه. فكنا فعلا عيش رمضان ايام برامج التلفزيون كنا نتابعها عدل يعني. كانت قناه واحده، كانت قناه واحده فقط. اي كانت قناه، لا واذكر بعد اول ما بدا الساعه عقب الساعه 11 كان هذا صحيح اسود وابيض. محمد ابو فهد اي تحدث عن هذا الجانب بتلك الفتره عندما عمرك في تلك الفتره متى بديت الصيام الحقيقي؟ وش اشوف احنا طبعا نفس العوائل الكويتيه نفس النمط يعني حضورهم وتواجدهم يعني حتى الفريج نفس الشيء من بيت لبيت الربع السكه تي من المدرسه لعب بالسكه العصر بصير الفطور. بس لاحظ شغله ابو مشعل وقت الفطور لما نحط الفطور تشوف الفطور متنوع، يقول لك هذا من بيت فلان وهذا من بيت فلان، شوف فكانت نكسة. كان الفريج تبادل هذه النكسة. تبادل والله. نعم. انت تعرف الطبخه الفلانيه خوش طبخه من فلان بيت فلان لا صوبك. فكان الفريج كله يعني مثل اهل يعني امهاتنا، يصير كل الفريج امهاتنا وابهاتنا يعني سبحان الله الشيء هذا ما احنا نشوفه الحين يعني اختلف الوضع. العصر بالليل شو اللي تمارسونه يعني في بالليل بصفه خاصه؟ بالليل تعرف يجمع زواره ما زواره من مكان لمكان العاب ما 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 في يعني بتعرف اول ما كان ظلمه تعرف ماكو لتات ولا مثل الحين الوقت الحالي بنت صوب الشارع اساس في لا في لا بالفريج داخل الفريج براحه قدامك وظلمه فصعب انك شو اسمه فتزاور او تجمع ربع وكذا. وهذا حتى الالعاب الشعبيه ما لعبتوها ابو لا هذه العصر نلعبها ما في شيء مقصي ما مقصي والسوالف هذه وكره وما كره بالفريج لا نلعبها كلنا. فبس يعني جمعت الفريج الشباب الفريج للحين احنا متواصلين الحمد لله. شوف يعني كم سنه يمكن 40 او 45 سنه نفس المجموعه اللي كنا بالفريج للحين متواصلين. عندنا احنا ديوانيه مزيد العازمي اعتقد كل المجموعه اللي كانت سابقه من بالستينات فاتحه الديوانيه للحين احنا موجودين فيها. ديوانيه منو؟ مزيد العازمي. مزيد العازمي نعم فابو طارق. فسبحان الله هذه من فضائل الله سبحانه وتعالى علينا كمجتمع كويتي هذا التواصل. ربما شوية المدنية والتطور المجتمعي شوية غير في بعض عاداتنا، لكن احنا في اعمارنا لا نزال متمسكين في هذه العادات. ابو عبد الله تحدث عن هذا الجانب. هذه يعني احنا خلاص يعني احنا الحين بالفريج انا بيتي طبعا وهذا فتلاقي اكو بعض الاسر طرش لك الدقصة هذه يعني هي البيزة اللي قالها ابو فهد انه برمضان قبل الفطور بنص ساعه شوف يتخطرفون العالم هذا يدش هنا وهذا عارفين السالفه انه جايبين لك شيء مثل سياك الحال لا والله منظر عجيب منظر عجيب. واذكر حتى مرات مثل ما كان فؤاد اكو بيوت لهم طبخه فالوالده الله يرحمها لما ناكل يقول خوش طبخه وانا اقول قالت لانه جاي من برا مو من البيت هي طبخه والده طيبه بس اكو طبخه فيكون عندك يعني بوفيه مفتوح ما تدري ايش تاكل وكل من اللي ويوميا يوميا هذا الشيء. فهذا شيء هذا شيء ما يتكرر الحين طبعا. وهذه النقصه لما تيك يعني هذه اسره معطيتك من خيرها وانت معطيهم من خير فبالتالي التجانس بيننا والحب والتعامل ان هذه اسرتك ليل يوم مثل ما قال فهد لما تشوف فلان ولا علام ولا هذا اهلنا يعني يقول لك يصير لك فلان هو ما يصير لي بس من كثر ما احنا متداخلين مع بعض وصداقتنا وهذا يقول لا يصير لي عشرة عمر. قيم حقيقة في المجتمع الكويتي كانت واعتقد ما زالت لكن ليس بنفس القوة والترابط اللي كان موجود. بس هذا كان اعتقد يمثل المجتمع الكويتي بفايد 200% لان احنا قاعد يعني لما نقول فلان
للحين نعرف بعض، علاقتنا للحين مترابطه يعني، مو مثلا الحين والله اليارك الثاني ما تعرفه، اختلف اختلاف كلي يعني، مو مثل اول اكيد اول الفريج الثاني احنا المنطقه نقول قطعه ثلاثه نعرف قطعه خمسه، شوف قطعه نعرف منو اهلها منو ربعها، الشخص اللي دش القريب بالمنطقه نعرف منو هذا اللي داش غريب. المنطقه شوف تصور ها الان من تعرف الحين كل مصاك الباب على نفسه ها كل مصاك الباب زين تعرف اليارك اليمين وكل قدام وكل بس وماتي الا بموعد زياره وما تدش الا بموعد يعني اختلف لها اختلف المدنيه فرضت علينا بعض الامور هي ابو مشعل يعني طبايع اهل الكويت يعني ونسيج النسيج الكويتي الكويتي تطبع بال يعني بالاخلاق بالحب بال يعني بالتعاون مرجله كانت مرجله بمعنى كلمه مرجله حتى ديننا حتى ديننا طبعا الإسلامي. بس الكويتيين كانوا فعلا يعني الكبار مع الكبار الصغار مع الكبار لما تروح ديوان وديواني وهذا لازم تحترم يعني كانت الجو الصغير والكبير كل واحد عارف دوره وحده اليوم يعني مو طعن فيه لكن يعني وايد اشياء اختلفت وايد تغيرت ألعابنا الشعبية يعني هل فقدناها؟ لا ما فقدناها أبو مشعل لأن أشوف كرة القدم خلنا سبحان الله كل واحد يقط الكرة بالملعب وكانت ميزة عندنا أول كل فريج في ساحة الآن ما تشوف الفريج في ساحة أول ماكو تراب فأنت قولين والعالم تلعب بالملعب الأهل مطمنين عيالهم إنه قاعد يلعبون قدام عيونهم الآن أنا ولدي وين أروح ما حتي وين يروح هل الفرق الشاسع اللي كان بالأول للحين حتى البنى الأساس اللي نحن كنا نعتمد عليه الساحات مو موجودة فمشكلة تذكر متى بدأت أنت بتلعب مكسي وين تلعب مكسي للحين لا مكسي طقها تكسر جار ما في قضية وشكوى عليك ها صار أروح مشكلة لا حلوة كانت شعبي يعني مقصي لتيل كنا إحنا قدام بيتنا كساحة قدام مدرسة الرشيد كانت أعتقد اسمها الليل حي الرشيد بدي اسمها أول فكانت ساحة كبيرة هذا التجمع كان يوميا ملعب رسمي هذا غير المقصي لتيل كله بهالساحة حتى لحاشتك أول لحاشتك لتشمة الحين ودي المستوصف حط له هذا ابره عن شو اسمه اول رماد وحط عليه ولا اغسلها وكمل السالفه كانت حياه بسيطه يعني متى بديت الصيام؟ والله يعني كنا عمرنا بالعشره 11 يعني بدينا بالسن هذا صيام كامل يوم كامل, كامل ولا بوقات؟ لا اولها كان بوقات بعدين شوي لا شوي تدرجنا عاد من قمنا عاد لا خلاص نفس الشيء أول شيء طبعاً أنت صغير ما تبي التعود فا إديش يمين لقيت لك شيء لقطة صيام هذا تريق وتصوم للمغرب والوالد والوالدة يعلمون أنا أعتقد هم خذونا خطوة إيه لازم بعدين لا بعدين اقضب نفسك صيام صلاتك صلاتك ما في طبعا السفره ما كانت مثل الان بفضل الله سبحانه وتعالى الان من نعم الله علينا يا رب العالمين نسال الله ان تدوم هذه النعم لان احنا ان شاء الله شاكرين الى الله سبحانه وتعالى على ما انعم علينا في الكويت بس السفره بتلك الفتره ليست هي السفره للان نوعيه الاكل وتنوع الاكل وكثره الاكل خلينا نتكلم عن تلك الفتره شنو أكثر شيء محبب لك في 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 برمضان؟ في رمضان تشريبة رقم واحد تشريبة رقم واحد هذه لازم بدايتي بالتشريبة شيء ضروري بعدين عدش على شنو حاطين عندهم عيش ما عيش سوالف هذه نبدأ عد نفس الشيء تشريبة تشريبة ليل يوم أنا مثلكم أنا حتى الآن فطوري وسحوري تشريبة سبحان الله كل واحد تعودنا خلاص سبحان الله يعني أول أمس شو نسوي قلت له سوي تشريبة والله قدامي التشريبة كان التشريبة وقمنا يعني تكفي بس هو طبعا لا يأكل العيال والأحفاد وهذا تسرده بس أنت إيش تأكل يعني تأكل لقمك تصلي على السحور وهذا فالحمد لله ربي لك الحمد الحمد لله أنتوا يعني حقيقة كلمة نجوم في عالم كرة اليد شوي عليكم
ليس فقط من الجانب الفني أنا أتكلم، أتكلم جوانب عديدة حقيقة. لعبتوا وأديتوا وما قصرتوا وظهرتوا وتركتوا أنتم في قمة مستواكم الأخلاقي أولاً، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، إلى جانب المستوى الفني. لكن السؤال بتلك الفترة بأعماركم بالفريج، ما كش اسمه كرة اليد، صح؟ كرة اليد لم تكن منتشرة في الكويت، ليست هي اللعبة الشعبية. شو اللي ودى جاسم القصار إلى كرة اليد؟ شو اللي ودى جاسم الذياب إلى كرة اليد؟ شو اللي ودى جاسم القصار إلى نادي القادسية؟ شو جاسم الذياب؟ إن شاء الله حاضر بالتقرير، إن شاء الله أبشره. جاسم الذياب بالنسبة والله قريب من نادي العربي. مخرجينا يقولون إذا سمحتوا بس ينزلون التقرير، عطونا التقرير. الإنجازات والانتصارات التي سجلت بسواعد أبطال كرة اليد عبر تاريخنا الحافل خير دليل على إصرار أبناء الكويت برفع اسم وعلم بلادهم عاليا وخفاقا في مختلف البطولات. نجوم تلألأت بمختلف الأجيال وحققت لبلاد الأفراح عبر بلوغ أزرق اليد كأس العالم لعدة مرات وحصد لقب البطولة العربية سنة 1979. ولن تنسى جماهيرنا النجم الكبير جاسم ذياب بتاريخه الحافل والناصع، فهو أحد رواد اللعبة على المستويين المحلي والدولي، كلاعب مميز في النادي العربي ثم إداري محنك له بصماته على مدار 29 عاما مديرا للمنتخبات الوطنية، كما شغل منصب عضو اللجنة الأولمبية الكويتية لمدة 5 دورات، فضلا عن تبوئه عضوية لجنة التدريب بالاتحاد الدولي لكرة اليد ومنصب المدير الفني للاتحاد الآسيوي للعبة. وفي حلقة اليوم يسعدنا أن يكون معنا عملاق آخر، وهو الكابتن جاسم القصار، أحد نجوم كرة اليد في العصر الذهبي للرياضة الكويتية وأحد أبرز لاعبي منتخبنا الوطني ونادي القادسية، حيث ساهم في تحقيق الكويت للعديد من الإنجازات، واشتهر بقوة تصويباته وتحليه بالروح الرياضية والمستوى الفني الرائع للاعبي كرة اليد. قبل أسمع جوابكم على سؤال المساء، الآن شعوركم وأنتم سمعتوا هذا التعليق، شاهدتوا المشهد، طبعا جاسم شو مشاعركم؟ فهد شوف مشاعر بالنسبة لموضوع الرياضة، طبعا الرياضة أعطتنا كل شيء، أعطتنا اسم لما تروح مكان معين قال فلان يقوم رحب فيك، هذا طبعا كله من مجهود انت اديته في خلال فتره السنوات الموجوده، بس الرياضه اعطتك، فانت لازم تكون بهذه المرحله من اخلاق التعامل جهدك في الرياضه، انك انت لازم تعطي او تحط بصمه، تقول انا لما اترك الرياضه عندي بصمه تركتها لغيري، لهذا طريق أنا أديته إلى فترة معينة، في جماعة لازم تكملون بعد هالفترة الطويلة، فالحمد لله إحنا والإخوان الكواتن كل اللي عملنا هي البصمة الأولى لكرة اليد الحقيقية بالكويت بدت، والجماعة استمروا في خطوات أفضل منا فنيا، أنا أشوفهم كانوا أفضل منا فنيا. إحنا يعني ما يعني اسمح لي ما أقدر لا أيدك ولا أرفض ما لا هذا واقع ما في شيء مشعل، هذا أنت لما أفضل أول أفضل أجل، بس أنا أقول أنتم وصولهم لكأس العالم كذا مرة تحقيقهم نتائج جيدة، بس إحنا حطينا بداية السلم الصحيحة لانطلاق كرة اليد بالكويت، القاعدة القوية صح. اللي سهلت يا أبو عبد الله، شعورك أنت بسمع التعليق؟ والله شوف أنا طبعا جاسم عقب ما اعتزلت جاسم لأنه لعب بالصلاة وايد، فأخذ يعني فرصته كبيرة،
اليد طبعا اعطتنا الكثير مثل ما قال ابو فهد، اعطتنا احترام الناس واحترامنا لهم. كنا لما نلعب طبعا نحترم جمهور الخصم قبل جمهورنا، جمهورنا عارفين، لكن انت كلاعب لازم تحترم جمهور الخصم بالتالي هو يحترمك. كانت حتى الجماهير على مستوى عالي، يعني ما تكره الفريق، اتمنى فوز الفريق يفوز، لكن كانت حتى احنا كلاعبين بيننا وبين بعض بيننا علاقه، يعني مو الملعب يفرق ويانا، لا انا حاتي بس بلعب. يعني حتى مره كان الله يرحمه امد روح الجنه موسى راشد قال لي انت بالمباراه ما تهوس على الرندي، هو يلعب على الدائره وانا مساعد انا العب على الجدار. قال انت ما تهوس، انت رفيجك وهذا. قلت له مو رفيجي بس بالملعب ما لازم العب. قال لا انا اتابعك. قمت انام فيه. بس إيه، بس فعلا الرياضه اعطتنا، ولا بد يعني انا يمكن جاسم ابو فهد بعيد عن الرياضه الفتره الاخيره، لكن يظل جاسم القصار، يعني حتى كانوا يسمونه حمود اليد، حمود القدم وحمود اليد. حتى نعطيك ابو فهد كان لاعب مميز صعب، يعني الجيل الحالي ما شافه، لكن الجيل الماضي عرف منه جاسم القصار. عشان كذي انا اقول سألت لما سمعت هذا التقرير جاسم القصار اسم لاعب صعب يتكرر، طلعوا لاعبين احترام لهم هذا. انا تعجبت كلاعب، وكنت في فتره فترات مدير منتخبات وجاسم كان لاعب، يعني صاحبته لاعب وصاحبته انا مدير منتخبات، فكانت حتى العلاقه مدير منتخبات وانا لاعب شلون عارف جاسم رفيجي واطلع هذا صارت مشكله. لكن جاسم القصار اسم كبير تاريخ في كره اليد، يعني من اللاعبين القلائل اللي ممكن تطلع بالكويت، وليه اليوم اي مكان نقعد نقول جاسم القصار كان نجم كره اليد. شو اللي خلاكم تروحون الى هذه الرياضه؟ تدريب مش انا كنت في العربي اول اتسلى عندهم، كان ايام جاسم اخوه فراج وحسين البلوشي. إيه البلوشي لعبت يمكن شهرين عندهم جاسم فراج. اي جاسم فراج، وكان راشد اخوي يلعب سله هناك، فكان اروح وياه نادي العربي. ما سبحان الله قعدت شهرين وبطلت. لعبنا بالفريج العاده، كان ابو لطيف العروي يلعب يد نادي القادسيه. احنا منطقه الشعب قريبه من القادسيه، فقال لي امشي العب ما العب. قلت له ما اصلا ما اعرف اللعبه سبحان الله. يعني عبد اللطيف الله يذكره بالخير العروي يعني وداك لليد مباشره؟ ودانا، كان عيد صالح بدايته عندنا بالنادي القادسيه. إيه. وكان مشرف سرور سالم الله يرحمه. نعم الله. فسبحان الله انضمينا، وكان العناصر اللي جت كلها طقتنا واحده، اللي هو كان صلاح سويدان الله يرحمه، محمد العامري، بدر جار الله، المجموعه هذه اللي دشينا، عبد الله جناعي. فكانت هذا مع لعبنا تحت ال 17 سنه. مراحل كانت؟ اي مراحل تحت 17 سنه، وكانت عندنا تحت ال 20 سنه وتحت والدرجه الاولى، كانت ثلاث مراحل موجوده. فلعبنا احنا تحت 17 سبحان الله، خذينا الثلاث مواسم المركز الاول. الثلاث مواسم؟ ثلاث مواسم. بعدين دشينا تحت 20 سنه موسمين خذينا المركز الاول. هني شالونا، كانوا يدخلونا مع الفريق الاول، شالوا الفريق الاول القدامى كلهم ودخلونا. كان نادي القادسيه درجه ثانيه كان تو صاعد الى الدرجه الاولى. فدشينا، لما دشينا مع النادي خذينا المركز الثالث، كان نادي الخالديه أثناء. اول موسم، اول موسم دش الدرجه الاولى خذينا المركز الثالث. عاد بعدين سبحان الله بدينا ننافس المركز الاول دوري والكاس والامور هذه، فالحمد لله مشيت معنا. عبد الله شو يعني كره القدم كانت جاذبه والغالبيه طبعا في البدايه كره القدم يلعب كره قدم، وبعد ذلك اللي راح للسله او راح طائره او مثلك عبد الله ذهبت الى كره اليد. انا الحقيقه طبعا مشعل كان النادي العربي يمنا، كنا اول بالدسمه، فكان النادي العربي ما يبعد 100 متر عن بيتنا، فكنت يوميا اروح النادي العصر اقعد على المدرج اطالع اللي يلعبون. كان الله يعطيه الصحه عبد الرحمن الدوله، يلعبون قدم طبعا، يلعبون قدم راشد مبارك رحمه، يعني مرزوق سعيد، حسن الناصر، كل هالاسماء، كل الخطيب، كل هالاسماء الكبيره نجوم. اي فكنت استمتع اقعد واطالع حتى مني. مره وانا نازل
يمكن قلت اكثر من مره يوسف سليم، كابتن يوسف سليم الله يعطيه طول العمر. هذا كابتن طبعا غضبني، قال لي انت تقعد على المدرج تلعب انت؟ قلت له والله انا ما العب شيء بس استانس من القدم، وانا عرباوي يعني طبعا احنا اسره عرباويه كلنا، والد واخوان كله ما عدا جمال طبعا فلت راح الكويت. راح الكويت خذاب. المهم قال لي تلعب سله؟ انا طبعا تلعب بالعربي وسله وها بلعب، من يلعب بالعربي؟ ايش انا اقول موافق. دخلني داخل اعطاني جنطه فيها كل الملابس، قيس تكرم الجوتي درنكسوت العربي، رحت المدرسه اوريهم الفانيله وهذا ان انا بالعربي وانا توني لاعب اول تمرين. استمريت وياهم بس انا لما كنت اقعد كنا بالمنصوريه ملعب القدم كذي، فكنت يخلصون القدم ولا امل منهم التفت كذي حتى اعلق ريلي على المدرج اطالع وراء اليد فريق اليد يلعبون، كان قريب مرزوق منصور قازقان ملحم وايد وايد اسامي احمد وايد وايد اسامي. فرحت بس انا معلق بالهذه يعني احب اليد بس رحت السله. رحت سله طبعا خلال شلون تطلع من ابو سعيد؟ ايوه بالضبط ابو سعيد اسرته من مصر، فهو يا فتره سافر خلال اربع ايام اسبوع سافر، وانا مار كان لقاني استاذ غريب مرزوق قال لي انت ايش تلعب؟ قلت له والله العب سله بس انا احب اليد، انا اشوفه يتمرن وياهم. قال ايش رايك في اليد؟ قلت له اي موافق على طول موافق. شنو يقول لي تعال؟ رحت اليد انت مندمج مع السله. لا السله زينه بس اليد احس معي امكانياتي وجسمي شيء تمشي، وكان فريق يعني انسجامه مع بعض شيء قريب يعني يحبون بعض ونكت وباللعب يعني التمرين في ضحك وفي شيء رسمي وفي يعني اناسه ومسابقات. المهم اذكر اعطوني ورقه هالكبرها والله طويله، ورقه مكتوب فيها سلم تعليمات لا 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 جاسم ذياب من صقر بشار الجهره سلم درنكسوت ودوت تكرم حذاء فانيله شورتين ولبس كامل. هذه طبعا ما رحت استلمت انا هم بالمدرسه، رحت ثلاث ايام بس اوريهم ورقه العرب يحطيني ملابس ورقه بس. ها لعبت اليد، لعبنا اليد عاد عقبها طبعا مجموعة اليد حقيقة كانت يعني ما شاء الله باليد الوحيد الفريق الوحيد اللي يعني يقولون هذا أسرة واحدة، كنا مميزين كل احترام. حتى كان الله يرحمه قبل الجنة مرزوق سعيد كان لاعب قدم يلعب ويانا يد، فكانت مجموعة طيبة. هذا طبعا أنا دشيت تحت 14 وبعدين أعتقد درجة بعدها وبعدين تحت 20، عقب 20 طلعنا احنا ثلاث لاعبين مثل ما قال فهد حركونا قالوا انتم لازم تطلعون الدرجه الاولى مع الكابتن حسين مكي الله يعطيه الصحه تمر اي اخذنا وخلص من ذاك اليوم لعبنا بالدرجه الاولى. ومشعل لما وقعنا الاستماره اي يحط لك الدرنكسوت هذا المنقط تذكرونه اي اي يقول لك يلا وقع يحط لك الدرنكسوت تكرم اول من يلبس الدرنكسوت اللي فيه شعر نادي القادسيه والمنقط هذا فتوقع لازم توقع صادني قريب في مدرسه الشعب شعبي كان مدرس في الشعب اي كان مدرس صح وكان علي بن ابي طالب يمكن لا الشعب كانت علي بن طالب والشعب متوسطه الشعب مو لعبنا بدارس نعم وهو مسؤول عن كره اليد وانا لعبت وياه ويطالعني كل هذا يلعب يد زين توني عاد انا بادي بالنادي القادسيه ويناديني كان يقول لي ليش ما تجي نادي العربي ما يدري ان انا داش القادسيه قلت له لا خلاص ما كان يقول العربي زينه كان الفريق خوش هذا ليش ما تجي العربي قلت له لا انا ترى موقع تقول لا قطع سكت الباب ان شاء الله خير لا شيء جميل حتى كوبو مشعل بس بالمناسبه وقت التوقيع يعني شوف الحين ما ادري شنو توقيع اللاعبين شلون يوقعونهم احنا كل اربع سنين توقع مره الحين والله وقعنا مره واحده لا 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 هو التوقيع لا التوقيع ايامنا كان اربع سنين وتقدر تنتقل حتى في الاربع سنين اذكر كان صالح ربيعه وياي يعني صديق بالتسلي السله فكان حتى كانوا كاظم اعتقد او القادسيه يبونه انا حكوني كم نادي منهم السالميه العليا ايضا السالمية حكى على ايام الله سالم الفهد الشيخ سالم الفهد تعال هذا فاحنا طبعا انت العربي مستحيل تهد بس شنو يسوون لنا ياخذون لنا كل الفريق الاول يودوننا شاليه ضبيعيه كان الله يرحمه من شاليه اعتقد بشر رومي او شيء من هذا ماشي
يقعدوننا اسبوع يمكن علي بن صالح ايه والله ما ادري بس هم يودونا هناك يخلونا كل الفريق واللي زينين اللي نص نص ما يجيبونه بس يعني كان فيصل بن عيسى الله يرحمه هو اللي يطبخ القدا والعشاء وهذا ولا تقدر تحرك توصل الباب ولا عندك سياره ولا شيء ممنوع تي ويار هاي يقول بالضبط لين يجيك الورقه مال التوقيع انك تخلص وقع لا من نوقع قال امشي ما نبي خلص ايام جميله اذكرها ايام جميله حتى بالتوقيع اكثر منافسات ابو فهد نادي القادسيه لا تزال عالقة هل مع العربي أو السالمية تلك الفترة كذلك نادي الكويت كاظمة ومش على الفترة اللي احنا كنا موجودين كل الأندية زينين ما كان القادسية بس ولا العربي ولا الكويت صليبيخات خيطان نصر سالمية كاظمة يعني كانت انت تجي حق المباراة وهذا ترى اللي أعطتنا مستوى أفضل لأن أنت جاي مباراة مو جاي متراهي فيها جاي لازم تغلب فالاحتكاك مع الفرق هذه أعطت كرة اليد ارتفاع ترى شيء مو طبيعي هل تحدد مركزك يعني في الملعب المدرب يحدد مركز هذا اللاعب وين راح يلعب دائرة ولا هي مش على ما تقدر بدايتين كنت ألعب وينج ممكن ألعب دائرة بعدين مع الوقت يعطيك تبان مع المدرب انت هل يطلعك باك دائره او وينج هني عاد المدرب شنو احتياجه لك وانا بعد الوينج تقريبا لعبت باك واستمريت باك على طول حتى المنتخب بدايه بالدوره اللي اخر ويا مصر كنت وينج كان اول مشاركه لي اول مشاركه لي كنت 16 17 سنه يمكن تقريبا كنت اصغرهم يودوني المدرسه باص الى ثانويه ما تقدر تحدد ان اللاعب وين في بدايته يبقى منافسه العرب والقادسيه وحضور الجماهير باحترامنا وتقديرنا للنصر وكاظمه الكويت سالميه لكن حضور بقياده المغفور له باذن الله فادي عبد الكريم وجمال وسامي والمجموعه هذيلا كلهم والعربي موجود جمع حيدر والنيدي وخليفه الامير وكل هذه تحدث عن هذه المنافسه طبعا المنافسه الحقيقيه القادسيه طبعا معروف القادسيه والعربي هذا شيء ثاني مع انه مثل ما قال فايد كانت الانديه كلها قويه الكويت كاظمه النصر الجهره كان وقتها مزين يعني كل الانديه الشباب بس اللقاء العربي والقادسيه غير يعني كل العاب فكنا الحقيقه في فترات احنا كنا يعني افضل من القادسيه لكن فتره لما جاسم ومحمد وصقر والعم مجموعه صغيره لا خسرونا مرة الكاسة أعتقد فارق هدف واحد إذا ماني ناسي آخر ثواني خسرونا فكان بس لعبة قاسية والعربي لا لا جو ثاني لا جمهور جماهير مالية الصالة بعدين حتى الجماهير تشجيعها تسمع أنت يعني صيحات وهذا أنت ودك تطق القاسية عشان تسكت ذيلا وهم يطقوننا وكان لا في عنف الحقيقة عنف لكن مو العنف المودي العنف اللي يعني في الرياضة نفسها يعني أنا بتكلم هذا الجانب هذه الرياضة لعبة عنيفة. نعم. وشفنا بعض المشاهد حتى على مستوى العالم أيضا زين. هل كانت هذه فيها العنف وفيها تطور أكثر من عملية عنف؟ لا 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 كانت حقي أذكر يعني أنا بالنسبة لي ما أذكر ولا مرة يمكن يصير بين لاعب ولاعب وروح ما روح لكن مستحيل جماهير نزلت الملعب ولا هذا ما أذكر في حياتي من لعبنا اللي انتركنا. كل الأندية دون استثناء ولا مرة صارت يعني هوشة اللي يشوفه الفترة الأخيرة انزل الملعب وطق رجال أمن لا لا ما في كان ما كانت فيه مشاهد أبداً ولا مرة ولا حصلت ما صارت عندنا صدق ولا مرة صارت احتكاك بين لاعبين أو جمهور داخل الملعب ما صار بتاتا ما صارت بس لعب اليد في اعتقادي مو من السهولة أنه يتمالك أعصابه من خلال والله تله وحطيه على رقبته بمعنى أو كذي يعني ليس من السهولة إنك تتمالك أعصابك في ردة الفعل بس القانون يحمي جاسم مثلاً من الناس اللي يهدفون أنت لازم توقفه شلون توقفه لازم تهوس عليه تطلع له مبكر تهوس عليه هذا بس أكو نقطة مهمة مستحيل إنه في لاعب لنفضل جاسم فرد على بالقوة مستحيل إن أنا أسحب إيده من وراء لأن أول شيء
تتعامل مع بشر ثاني هذا، حتى لو مو صديقي يعني ولا يلعب ويا المنتخب، مستحيل انا اذي واحد لاعب يلعب، انا اخذها بالطريقه القانونيه. يصير فيها عنف فيها احتكاك، لكن مثل ما قلت لك العنف اللي بروح رياضيه دون ايذاء المنافس، فما صارت يعني. حتى الاصابات كانت خفيه، الحين الاصابات كل فتره لاعب، احنا قعدنا سنين ما هذا، بس جات فتره واحد ركبته واحد ايده، بس مو مثل الاصابات للحين. اختلفت الاصابات. اي الاصابه الحين كل ساعه قال لك الرباط، احنا ما نعرف رباط اول، ماكو نعرف قضروف ويسوي لك هذا العمليه بعد اول يفتحونه وهذا، ولا لنكل يلف، لكن رباط كتف ما يشينه. مره صارت عندنا مباراتنا ويا العراق بالختام اعتقد، فرج بارك كان حارس مرمى، حارس مرمى النصر، فانطق انفتح لها من قوه التصويبه لاعب، فتح التصويبه اي فتح الكتف عنده، فصار عندها هذه الوحيده اللي اذكرها يعني اصابه اصابه. اما ما صارت اصابات عندنا اللي يعني تذكر انا والله واحد شالوه بالاسعاف شالوه، صعبه. تلك الفتره تكلم ايضا عن المنتخب الان، نتحدث عن المنتخب تلك الفتره، شنو ضم من مجاميع منكم القادسيه من الكويت من العربي، شنو البطولات اللي ايضا حققها المنتخب؟ أنا طبعا بتكلم فترة وفهد تكلم فترة. فترة الأولى اللي كنا إحنا نلعب كان فهد تفي عفوا في فارق بالسن بينكم. إيه في فارق، لأن أبو فهد إحنا كنا نلعب بالمنتخب الفريق الأول، أبو فهد من معاك وياك ثاني أكو لاعب من القادسية؟ لا لا وياك ما خطو كان أمير البناي؟ لا لا مش أمير، لا أبو فهد. المهم اللي أذكره إحنا كنا حتى نعسكر في شو اسمه بالمسيلة، لما كان بسيلة أيوه معسكرات، فخذوا جاسم اللي هو أصغر لاعب ويانا. طبعا جاسم واللاعبين كبار يعني ماخذين وضعيتهم هذا، فجاسم صغير يعني بس بارز، يبي يطلع يعني يبي النجوم بالضبط، عنده وهداف وهذا، بس اللي أكبر العمر اللي موجودين مو معطينا فرصة إن المدرب، لكن دفاع المدرب مباراة بس خذ وضعيته. فكانت المنتخبات يعني كل الأندية تكاد تكون كل الأندية. طبعا الفترة الأولى كنا إحنا العربي أعتقد 7-8 من المنتخب النصيب الأكبر، لكن بالتالي بعدين صارت 3 القادسية، 2 العربي، 3 هذا، فكانت المنتخب منوع من النصر، قادسية، كاظمة، الكويت، كل الأندية كل الأندية، فاللاعب الزين ماخوذ، فما كان مقتصر على نادي معين. كيف استمرت بفايد في هذه الرياضه؟ انا بديت بال70 تقريبا، بال84 او 85 بطلت، لان صارت عندي الاصابه الركبه وبطلت تقريبا 14 سنه. حققت بطولات مع النادي مع المنتخب فقط ما تفضل في او لكم مشاركات اكثر مع المنتخب؟ المنتخب شوف مش على دشينا البطولة العربية أعتقد بالكويت، كان ضد آخر شيء ضد مصر، وهذا أعتقد صارت أول لعبة ألعبها. كل البطولة ما لعبت، اللعبة النهائية كان يقول المدرب هذه الفنية يلا انزل العب اليوم، راح تلعب نهائية. نهائية أمام من؟ مصر. مصر إيه. قلت أنا قمت أرجف، شنو آخر مباراة وهذا ضد مصر؟ قال لي تلعب. المهم قعدت انا بالاحتياط، صار اللعب الاول جيم، ثاني جيم كان بيننا جول او جولين من مع مصر، كان يقول لي يلا دش العب ثاني جيم، دشيت سبحان الله اول هجمه كان احط الجول، ثاني هجمه جيت كان اعطي مساعد للرندي ويحط الجول ونتعادل، كان يقول المدرب تعال اطلع برا، طلعني طلعت اي الفريق ماشي زين. هني صارت مشكله عوده اعتقد على المدرب وانشال من بعدها، وقلبونا مصر فور جول. قلبونا بس يعني المشكلة هاي المباراة كانت. منو كان المدرب؟ علي عبد الهادي. كان مساعدة أستاذ حسين مكي. مساعدة. سو المدرب. صار ضاعت البداية. ليش طلع أبو عبد الله؟ يوم قال شوف هو طبعاً كانوا الكبار ماخذين وضعية، فهو دز جاسم يعطيه فرصة يعطيه نفس وهذا، بس جاء يعني ما دام مشت المباراة لازم تمشي، يعني صارت مشكلة بالأخير، حتى لما طلعنا بغرفة الملابس شلون بدلت شلون هذا، بس هاي المباراة كانت لنا. هما شنو احنا ويا منتخب مصر كان مدرب الفريق الاستاذ حسن مصطفى، دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد هو رئيس هو مدرب المنتخب، وكان منتخب
دكتور ميمنو وحسن صقر مدير اداره الشباب وزاره الشباب لاعبين وكان بنيتهم بس مجموعه محترفه لعبنا وياهم بفرد بس المشكله قبل المباراه المشكله كان رئيس لجنه المسابقات الحكام بالاتحاد العربي من مصر فالحين وين من يحطون حكام مباراة صعبة وين في بالصديق بالصديق العالم اللي برا اللي على داخل برا المدرجات اكثر من اللي على المدرج البطولة العربية ولا دور الصداقة لا العربية العربية كاس فلسطين يسمونه كاس فلسطين كاس فلسطين حتى كان على تراب فالمشكلة انه قالوا المصريين شلون واحنا هذا قوم الرئيس هذا شو يحط الكويتيين حكام حكام كويتيين احنا ما نبي الكويتيين ودعاني ورجب معي ورجب رحمة الله عليه رحمة الله الأول مباراة هذه صار في غلطتين قرارين عكسيين هم اللي خذوا فيهم المباراة مباراة جول بجول جول بجول اذكر بدر ناصر صالح رئيس الاتحاد السابق كان هداف وكل المجموعة لعبت حقيقة لكن غلطتين خسرتنا حتى صار هذا بغى يصير فيها شاقة بالجمهور انت كنت لاعب ايه كنت لاعب ظلمونا بهاللعبة أساسي نعم. ظلمونا بهاللعبة يعني ظلمونا معنا عندهم حارس من أحسن حراس العرب لكن أكل أهداف عدلة ذاك اليوم جايين مشتهين تعاطفوا حكامنا مع تعاطفوا مع الفريق عشان يبينون يعني تجردهم زعلنا عليهم والله وعصبنا وداخل حتى الشيخ زعل عليهم يعني احنا ما بدنا يحكمون كانوا بس حكموا وخذوا الكاس احنا الثاني صرنا شاركنا هنا ترى في بطولات الصداقة بالكويت صارت خذينا أعتقد الأولى والثانية أعتقد ما خذيناها اللي إحنا مع اليابان أول مرة نغلبهم بالبطولة اللي مع العراق اللي خذيناها البطولة اللي فزنا فيها طبعا شاركنا الخارجية اللي هي موسكو دشينا أولمبياد موسكو أولمبياد موسكو 1980 ولعبنا كأس العالم 82 تكلم عن هذه التجربة في أولمبياد موسكو يعني بالنسبة لكم أول مرة تظهرون ونطل على حقيقة الاتحاد السوفيتي بتلك الفترة البلد الغريب بالنسبة لنا وأنا كنت موجود طبعاً بتلك بمشعل لأن شوف إحنا البطولة موسكو اختلاف لنا اختلاف كلي يعني أنت لما تلعب آسيا والدول العربية لما تروح المرحلة هذه اختلفت 360 درجة أول شيء الأجسام الموجودة قدامك احنا نشوف من التلفزيون بس ما تتوقع ان الأجسام كذي قدامك عمالقة عمالقة فأنت تبي ما تقدر يعني انا يمكن قام قضبون ايمان يمكن سابع هداف كنت بالبطولة هذه فكنت مشكلة انك تقول ناس واقفة طوفة واقفة قدامك ما تقدر تسوي شيء فالتكتيك والخطط اللي عندهم اختلفنا احنا وهذا طبعا خبره لنا يعني احنا صدق ان رحنا ما حققنا نتائج بس مردودها وايد زينه كانت لنا من لعبتوا الفرق اللي لعبتوا معهم ابن لعبه روسيا 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 يا ابو مشعل بس لعبه رومانيا كانت افضل فرق مع روسيا لعبنا مع كوبا لعبنا مع كوبا فرق جول غلبونا فرق جول مع كوبا واعتقد بعد منتخبين لعبنا وياهم احنا بعد عندنا كاس العالم كانت الجزائر الوحيده ما كنا نلعب وياها ولا مره من الدول العربيه صادفناها بكاس العالم مشاركين معاكم في كاس العالم كاس العالم فسبحان الله بكاس العالم تقابلنا مع الجزائر وغلبنا الجزائر وين كانت فيها كاس العالم في كاس العالم في المانيا في المانيا في المانيا يعني اذا تاريخنا حافل في عالم كرة اليد ويجب أن نفخر أن احنا وصلنا إلى هذه المرحلة نعم تراجعنا ولكن علينا أن نعيد النظر أبو عبد الله زين أنك تحقق كم مرة وصلنا إلى كأس العالم كأس العالم أعتقد 5 أو 6 مرات تقريبا أو 7 مرات بطولة آسيا فزنا فيها بطولة آسيا فزنا فيها مرتين أو 3 إذا ما قاني بس كان المنتخبات بمشعل كان يعني منتخبات أول شيء لاعبين إمكانيات جسمانية على مستوى فني عالين على مستوى الالتزام كل أمور الإدارية الفنية التدريب لهذا كله كان التزام لذلك يعني أحلى أيام أنا حقيقة عشتها لما كنت مدير منتخبات الحمد لله لم تحدث أي مشكلة عندنا
كانت تكون معدومة، لكن تحس أنت تتعامل مع رجال، يعني هم يسهلون لك الطريق كله. وأنت لاعب عبد الله، يعني عملية أنك توصل 7 مرات طبعا أنت مو عملية فقط، أنت رأسا راح تلعب كأس العالم، عبارة عن تصفيات هو وتتأهل من الفرق اللي كنا منافسين لهم. كانت المنطقة وكان غرب آسيا ولا شرق آسيا معانا؟ لا غرب آسيا يلعبون بروح ما تقعد إيه إذا ماني غلطان، وإحنا نلعب بس إحنا كنا نقابل يعني منتخبات سوريا، لبنان، العراق، كل الفرق الخليجية، كل السعودية، هذا كله كانت بس كانت فرق قوية. وإحنا بس إحنا متطورين على. إيه متطورين إحنا الأفضل، إحنا الأفضل. في منطقة الخليج إحنا الأفضل كنا. ما في دشينا على الدول آسيا اللي هي الصين، اليابان، كوريا الجنوبية. بداية ما كنا نعرف طريقة لعبهم وأسلوبهم، لما حفظناهم لا بدينا خاص. هل هي مدارس في في في, في تدريب معناه خطأ في الخطط؟ مدارس هي كانت وقتها كمدارس، يعني مدرسة الأوروبية، مدرسة الجزائر ذاك الصوب، المغرب، تونس والمغرب والجزائر، مدربين هي كلها مدارس. بس هو طبعا كل مدرب له تكتيك الخاص بيدير المباراة، يعني هي خططك وخطط طبعا كلها من أوروبا تي، يعني خطط الدفاع 6-0 5-1 3-2-1 مان تو مان، كلها هذه خطط كلها من أوروبا المدربين يأخذونها ويطبقون. أذكر إحنا بالكويت يعني الدكتور بمصر منير جرجس، أكبر دكتور مصر مدرب مؤلف كتب مالت لهذا، فكان حسين مكي أبو علي الله الصحة كان عند القضروف طايح وقضروف، فهو كل علاقة فيابة يا الكويت، هذا من أفضل المدربين. الله يا لا دربنا أسبوعين طبعا، دربنا على طريقة إحنا كلنا نلعب 5 ولا 1، دربنا 3-3 على هذا وثلاثة قدام، ما نعرفها يعني شو الطريقة، وفعلا طبقناها ومن عقبها كلنا دي أكثر قامت تلعب نفس الطريقة، فكلها الطرق يعني. وهذا منير جيرس دكتور إذا كان موجود كان مؤلف كتب، يعني حتى لحين كتبه أذكر أنه كانوا يستعينوا فيها، وأنا من الناس اللي كنت أقرأ كتبه. لما كنا نروح ونشارك في نهايات كأس العالم، شنو موقعنا، شنو موقفنا؟ هل عندنا قدرة أن احنا ما نقول نتغلب على الدول الأوروبية لكن نكون قريبين منهم، أو لا والله خلنا نكون واقعيين، أنية القماس، أنية قوة البدن، الطرق؟ مشعل شوف احنا وضعنا اسيوي للحين، ما نكذب على نفسنا نقول والله احنا عندنا امكانيات ان ننافس الدول. يعني انا مره قعدت ويا رئيس الاتحاد الدولي شو اسمه حسن مصطفى ايه كان في اعتزالي، فكنت مصر عشان يمكن يجيب نادي الاهلي، كان نسوي اساس حفل الاعتزال بالكويت مع فريق الاهلي، فقال لي طرحنا مشروع شلون يجيب لاعبين. قلت له شلون هذا؟ قال لي نزلنا بالجريده اللي يجيب لنا لاعب طوله فوق ال 190 ل 500 جنيه. هذا في مصر؟ مصر. قلت سوينا الاعلان وهذا، تفاجئنا باليوم الفلاني ولا طابور واقف يقول ملتزمين ناخذ. وقول كان عندنا المدرب الالماني خذ اللاعبين اختار لها وزعناهم على الأندية ودربوهم بإشراف الاتحاد، وصلوا كأس العالم الرابع. ايه للحين وصلوا وللحين ماشيين على الخط الصح. لا زال مصر إذا أنت تبي تبني صح، أنا قاعد أراقب المنتخب حاليا وأشوفه، ما عندي باكات، عندي جولتشي جيد، ونقاد جيدين، نص جيد إن كان ولد الخميس اعتقد، والثاني الولد ولد سالمين، هذا لاعب لنا. بس باكات انا ما عندي، بس انا سؤالي وين الباكات؟ هل قافل الاتحاد عن تحضير لاعبين باكات بمستوى عالي؟ لان الكره هي تحتاج الى باكات. الكلام انه لابد ان عندنا تخطيط سليم في ان نبني شباب فعلا يوصل الى مرحله اوروبا وينافس اوروبا. هذا إذا فكرة بسيطة مثل ما تفضلت،
أحملوها الإخوان في مصر مثل ما تفضل هو التخطيط إعلان مقابل مادي تفاجأوا بعدد كبير. استطاعوا أنهم أيضا بمعنى يختارون النوعية من هؤلاء من العدد الكبير. إحنا بالنسبة لنا أبو عبد الله هل من الممكن نطرح هذه الفكرة مثلا؟ إيه ممكن بس مش إحنا في وقت من الأوقات لاعبين المنتخب الحقيقي كانوا على مستوى عالي يعني مجموعة من اللاعبين يعني أذكر منهم وليد الحجراف صالح مهنا عبد الهادي خالد قروم يعني ما بينسى أحد إسماعيل عبد القدوس نعم. هذه المجموعة لما يعني المدرب أناتولي مدرب روسيا منتخب روسيا نعم. وهذا كان فايز في الأولمبيات يعني احنا ابن زوران فايز بكاس عالم مع يوغوسلافيا وابن أناتولي مدرب يعني مع أكبر مدربين فايز مع روسيا. فلما درب الفريق تحس إنه في تغيير المدرسة يعني المدرسة الروسية كانت كبيرة. رحنا لكاس العالم في أيسلندا إحنا مع المنتخب إسبانيا اللي يفوز ببطولات العالم طلع فرق هدف أو هدفين بعد صراع بعد يمكن هوشة عمل عنف يعني كنا ممكن نكسب. حتى أناتولي أذكر نزل الملعب وسوى له مشكلة لأن حسينا كان وقتها الفضلي يوسف الفضلي كان صغير 16 أو 17 سنة بس لعب مباراة عمره ما انسى هاي المباراة. بس مثل ما قال فهد مصر ايش سووا غير هذا بعد سووا اللاعبين بمعنوم المتميزين او المتفوقين يشيبون لازم طولك هالكثر ذراعك هالطول كذا فاخذوا مجموعة تقريبا تدري مصر كعدد ملايين ما في شك فاخذوا تقريبا من كل محافظات خذوا بحدود يعني 1000-2000 لاعب صفوا على يمكن عدد قليل 30 او 40 بس هاي ال 40 الاتحاد بس 30 او 40 من الالاف دربوهم عدل فالاتحاد سوى قام يوزع يشوف النادي الفلاني مثلا القادسيه عنده نقص بهالمكان يقول لهم هذا اشتروه يشترونه شراء شراء ويتابعه ولازم تلعبه شرط. احنا ما نقدر صعبه هذه بالكويت انت تتعامل مع انديه مشكله كبيره طبعا لازم تحط خطه اي بس لا ما تقدر تحط خطه صح انت تحط خطه بس شنو المشكله اكون مهم نقطه مهمه ابو مشعل انت اليوم الانديه هي تحطك وتشيلك فلما تقول يعني اقول لك شيء احنا مره سنه من السنين شركنا بطريقه حلوه قلنا منتخب الشباب او الاول يلعب دوري الدرجه الاولى بعد كله واقف يعني بلا وقت معسكر فخلي يلعب بالدرجه الاولى احنا وياك مثل الفريق بس لما نوصل قبل النهاية والنهاية ما يلعب فيه وينشال أو يوصل دور ثاني مثلا ينشال حتى يصير بين الأندية يجب أن يلعب. أول سنة لعبنا صراع بالأندية بين اللاعبين عشان يجون المنتخب لأن مفتوح تعال أنت روح أنت اليوم تعال أنت كل تأخذ لاعبين مشت واستفدنا. ثاني سنة الأندية قالت لا ما نبي المنتخب يشارك واللي اللي طلب الطلب اخر نادي الكلام مقلوب كلين بدون ذكر اسماء اللي ينقلب ب 20 و30 من الانديه والانديه وافقت الاتحاد وافقت اي قال حق الاتحاد غير الطريقه وهم اللي يبون باكر شنو الاتحاد قال غير كان اصعب قرار بالنسبه لي انا نتيل المنتخب لان اعطيتنا فرصه ان لاعبك مستمر باللعب وش وقفوا مشاركه المنتخب نظري عمليه اختيار اللي فضلت في مصر يعني مو بس الطول لا حتى الـ التفكير شنو خلنا من التفكير يعني انا اخترت والله محمد المسند او جاسم القصار كطول 190 او ما عندنا كذا حتى ايه مقاييس طبعا للاعب اليد يعني عمليه يعني علميه دراسه ايه طبعا طبعا احنا الحين في الاول وش يعني اول الله يهديهم اولياء الامور من يصير مدين حتى النادي يروح الغداء ما هو يقول تعال روح اليد يقطون على اليد زين شو اسوي انا متين هذا ما يفيد وفعلا كان اولي بالاخير لا هو لاعب الدائره تحتاج انه بنيه وهذا بس بنيه رياضيه مو بنيه شعب فكانوا اللي تبين بس يبغى لا تقول لنا لاعبين احنا ما نبي لاعبين اللي ما يفس بس بالاخير لا صار اختيار مدربين حتى اللاعبين انتشار لعبه كره اليد عن طريق وزاره الاعلام يعني ما شاء الله وزاره الاعلام مهم قصره الدوري كله البطولات الخارجيه الحين حتى الدوري لو دوري انديه اوروبا ينقل على الهواء مباشره فهذا دور كبير هذا اللي خلى كل الاجيال الجديده واللي قبل انها تروح اليد يعني يوم مجاميع كبيره بكره اليد الان وانتم خبراء وانت بصفه خاصه كمدير منتخبات وعبد الله
شنو وضع كرة اليد بالكويت؟ وضع كرة اليد بالكويت أنا أعتقد أنها هي بخير، لكن تحتاج إلى فترة. أولاً لازم تجيب مدرب على مستوى عالي وعالي جداً، يعني مدرب لا بصماته لا تاريخه لا سي في ماله. ثاني شيء احنا عفواً أبو عبد الله، احنا قبل 20 سنة و 25 سنة قبل أكثر قبل جايبين مدرب فريق الاتحاد السوفيتي أناتولي قبل صح، وقبل أزوران كلهم مدربين عالميين بتلك، والآن لا احنا في ماتي. عام ها؟ لا ما الحين جيب دور لك اللي شو اسمه تخيص وكويس. هذا شيء. شيء ثاني طبعا انت انا شفت حقيقه، انا اعلق بالتلفزيون تدري طبعا، فاشوف انديه في لاعبين ما شاء الله صغار، يعني يقول 6 17 18، بس مشروع لاعب ما هو طبيعي. هذين المفروض الاتحاد يجيب هالمجاميع اللي مميزه عن طريق يحط له كم واحد يعني يعرفون كره اليد خبره، يجيب اللاعبين ذيلا ويتبناهم ويسوي له برنامج لمدة 5 سنين. يعني كل ما كنا بالاتحاد أعوذ بالله من كل متعن، سوينا برنامج لخمس سنين حطيناه، وهذا طبعا فترة مشينا وبعدين صارت إعاقات، وهذا بس تحط لك إن هذا متى وين توصله ومتى يلعب ومتى تستفيد منه. فالمفروض الاتحاد الآن يمشي باللاعبين الموجود، وفي لاعبين صغار الحين هذين يمشوا لك، يعني منتخبات الكويت الحين جيدة لكن تحتاج إلى بعض العناصر في معينة، يعني ما بيتحكى طبعا هم يعرفون دورهم هذا، بس أنا أعتقد أن كرة اليد بالمجاميع الشابة اللي أشوفها الحين ممكن تعود وممكن أفضل، بس أنها تحتاج إلى مثل ما قلتك مدرب، دعم من الدولة عن طريق الهيئة، دعم يعني. وأنا الحين الفترة الأخيرة مو مصالح المنتخبات أنها تروح المعسكر الطويل، إذا اللاعب التزم وياك بالكويت وتعاون النادي مع الاتحاد أنت تجهز أولادك وتطلع فيهم مثل المنتخبات العالمية مصر وذيلة وورب، يطلع أسبوع يلعب له 3 مباريات ويرجع، هني تكتشف أنت لاعبك تعرفه وصل مرحلة. فالاتحاد أعتقد أنه وضع جيد إذا وبينها طبعا علامات. الرياضة المدرسية كانت أيضا كان لها دور أخوي جاسم زين، وهل الآن كرة اليد موجودة على مستوى المدارس؟ للمدارس هي الرافد الأساسي. إحنا أسستنا المدارس بداية يدي وكل الله. إحنا يمكن أول شاركنا بمصر أول مرة خذينا الفضية، وشاركنا في ليبيا وخذينا الذهبية مدارس. كنا دورات المدارس. دورات المدارس. دور المدرسة. دور المدرسية. أنت تتكلم عن منتخبات ها؟ نعم. الفرق اللي تلعب كلها منتخبات. لما إحنا رحنا مصر. قلبنا الفريق المصري في مصر، اذكر باسكندريه كان. نعم نعم. وخذينا الفريق المصري في أيوة. مصر في مصر واسكندريه. وخذنا باسكندريه خذينا المركز الثاني. كان المغرب الاول واحنا الثاني. في ليبيا خذينا المركز الاول، وفرق كلها سوريا والعراق وكل المدارس، بس منتخبات تتكلم. فكانت الدوره المدرسيه مهمه ترى. هل الان هذه الرياضه كره اليد موجوده على مستوى المدارس؟ لا الحين ما أدري والله. لا الحين طال عمرك الآن هذا أول الحين عمله وكنا المقصيد وهذا إيه فيه. هو أبو فهد كان يتكلم عن فترتنا إحنا حقيقة. فترة كانت حتى عطلة الربيع نطلع معسكرات منتخب مدارس سوون قدم وسلة وطائرة منهم تربية نطلع معسكرات بطولات، يعني معسكرات بعد كل الألعاب، يعني كابتن سعد الحوطي أعتقد أحمد عبد الرحمن وايد أسامي ما بنسام، نطلع مع بعض كله والسلة محمد البدر وكل اللعبات سلة وطائرة ويد نطلع ونروح معسكر. رحنا إيران، رحنا لبنان، رحنا يوغوسلافيا، كل هذه معسكرات نطلع معسكر مدارس الرياضة المدرسية إيه مدارس إيه معسكرات معسكرات وشنو كل المنتخبات، مو تقول يعني يد وسلة، لا كل المنتخبات تطلع ومع بعض والسكن مع بعض بالباص مع بعض تجي. كان جو يعني، وهذا اللي خلى اللاعبين ترى الحالي هي اللاعبين القدامى كلهم القدم والسلة واليد كلنا كلهم علاقة واحدة من هذه المعسكرات. بس الحين أبو مشعل حقيقة وزارة التربية قاعدة تقوم دور جيد، عندهم الاتحاد المدرسي نعم اللي الأخ فيصل مقصيد هو رئيس الاتحاد. حقيقة فكرة جيدة، أنا قبل يمكن أسبوعين رحت بطولة مجمعة أعداد كبيرة بالمئات جميع الألعاب كل الألعاب لا اليد أتكلم عليه اليد
كل الانديه مشاركه، وزاره التربيه مدارسها مشاركه، مدربين تغاضون رواتب مستوى. انا شفت المستوى المباراه، يعني الانديه تلعب مع بعض والمدارس تلعب وياهم مثل الدوري. مستوى اللاعبين في شغل، في شغل البنين والبنات حقيقه، رحت البنين ورحت البنات، في شغل يحتاج الى دعم ويحتاج الى تنظيم. شو المفهوم الدعم المادي او اداري الدعم ولا لا؟ الدعم انك انت الاطفال الاولاد ديل التلاميذ، ان اول شيء يمسك مدرب فني كرة يد متخصص يدعم، انه يقولوا له مثلا والله انت مو مثلا والله مكافأة يومين بالاسبوع وخمسين دينار، لا لازم تركز شغلك. ان هذا شيء ثاني، لازم يختار اللاعبين اللي يطلع منه، لازم اختيار فني على نفس اللي قلنا المقاييس هذا اللاعب بالضبط. يعني اكو دول تشوف انت وين اسرتك، يشوفون امه وابوه وخاله عشان يعرفون هذا راح بالناحيه العلميه صح، صح هذا راح يبني، يجب اعرف اسرته هذه شنو اطوالهم. ها بالضبط، اي هذه عشان انت عارف ان هذا راح يطلع قدام. اكو مره على كلامه والله انه ادويه حتى تصير الطاوله، يعني هم يسولفون على، بس هي طبعا هذه محدوده، بس انت تشوف خاله عمه هذا، وطبعا حتى الولد طب لما تشوفه تشوف هذا راح يطلع طويل، راح يصير طويل، باين من اللي عرف يعرف ان هذا الولد. المفروض هذه امور علميه يعني معناه إيه، عندي ملف عن إيه، عن اسره هذا الولد بالضبط، او هذه البنت شنو اطوالهم، بجانب ان انت لازم تسوي له فحص طبي ان هذا الولد سليم ما في اي شيء ولا ممكن يتعرض لشيء مستقبلا. الثالث انك عاد تدعمهم كفرق، انك تسوي لك مثل منها منتخبات، سوي تجمعات مع دول الخليج، تعالوا عندك كلهم، كل الخليج عندهم نفس الطريقه، تعالوا سوي لك منتخب يلعب. هذه الاشياء تعطي اللاعب، بجانب الطريقه اللي هم قاعد يسوونها المنافسه بيناتهم. هل مدعوم الاتحاد الرياضي المدرسي اللي ماسكه الاخ فيصل المقصيد؟ هل هو مدعوم؟ اي مدعوم 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 من الهيئه. انا قبل اسبوعين كنت ويا الاخ فيصل، قال احنا ناخذ دعم جيد من الهيئه، كل الدعم اللي هذا كان من الهيئه. التسهيلات على مستوى الدوله ايضا، مو قضيه فقط الجانب المادي، تسهيلات هو طبعا اذا كانت الهيئه تدعم ابو مشعل، فاكيد ان الدوله حاطه ميزانيه اللي عن طريق الهيئه تدعم، بس الهيئه الحقيقه قايمه بدور كبير. يعني انا شفت ما شاء الله اللاعبين كلهم ملابسهم منظمه، لبسهم متكامل، كل فريق بروحه مع كانت ابله ولا مدرس مدرب، ونظام بالدخول، نظام التحكيم هم كانوا حكام، شيء جيد. انا اتمنى استمراريه هذا. مراحل سنيه؟ اي شنو الاعمار اللي بعد؟ اعتقد هم من يعني اللي انا شفته يمكن 7 سنين 8 9 اي صغار او 10، هي يعني منوعين بس حلوين، يعني مشروع جيد، اتمنى استمراريته. والاخ فيصل حقيقه قايم دور كبير مع الاخوات الموجهات والموجهين، قايمين دور كبير ومتابعين. نعمل باذن الله ان شاء الله باذن الله. ايضا احنا نوجه الدعوة للأخ محمد فيصل مقصيد ليكون ضيف إن شاء الله معانا في هذه برنامج أحلى الليالي. ومشاهد الكرام، ما في شك تبقى ليال رمضان لها قدسية عندنا كمسلمين، وفي نفس الوقت إحنا أيضا في هذا البرنامج حقة نكون سعداء عندما نلتقي بمثل هذه الشخصيات التي أثرت الرياضة بشكل عام الكويتية ولعباتهم المتخصصين فيها. قلت لي فأنا حقيقة باسمكم أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأخوي أبو فهد جاسم القصار، أحد نجوم كرة اليد على مستوى المنتخب أو نادي القادسية. شاكر لك جدا يا أبو فهد، مشكور على قبولك هذه الدعوة. جزاك الله خير يا أبو مشعل، وصراحة لنا شرف أن قاعد وياك ونسولف وندردش بالموضوع. الله يشرف مقامك. وعبد الله شاكر جدا لحضورك، بارك الله فيك، وأنت دائما وأبدا ليس بعيد عنا، جزاك الله خير. نأمل من الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأحاديث أيضا نثري حقيقة محاولة من خلال ضيوف البرنامج، نثري الرياضة، نحاول نرتقي حقيقة بالرياضة الكويتية التي هو هدف لنا كلنا كشعب
أو على مستوى الدولة. شاكر جدا. أنا شاكر لك يا أبو مشعل، وشكر موصول لك إني شفتك برمضان، والشكر موصول لكم إني جبت أبو فهد صار يمكن سنتين ما شفته. الحمد لله. الحمد لله. طمنت إنه بخير. الله يبارك فيكم. شاكرين لك يا أبو مشعل. بارك الله فيكم، والشكر موصول لكم مشاهد الكرام لمتابعتكم هذا البرنامج، والشكر موصول أيضا لقيادة هذا البرنامج مخرجينا طبعا مالك أسد، حسين قمر، عبد الرزاق العطار، كل اصطاف البرنامج. مع السلامة.